نشرة السابعة بتوقيت العاصمة طرابلس، والبداية بأبرز العناوين. فضيلة مفتي الديار الليبية الشيخ يقول دار الإفتاء مع المصالحة وهي حريصة عليها، وأن المصالحات التي لا تقوم على رجوع الحق إلى أهله ستؤدي إلى مزيد من الظلم. قتلى وجرحى لقوات مجرم الحرب حفتر في بنغازي، والتبادل جثامين بين قوات الثوار وقوات مجرم الحرب حفتر. الهلال الأحمر فرع مصراة ينتشل عددا من الجثث مجهولة الهوية بحي 700، يعتقد أنها لتنظيم الدولة في مدينة سرت. أهلا بكم. قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ صادق الغرياني في برنامج الإسلام والحياة على قناة التناصح أن الحنفية وبعض الحنابلة والمالكية يجوزون إخراج القيمة نقدا، مضيفا أن ابن تيمية يرى إخراج القيمة عند الحاجة أفضل من إخراجها قوتا. المالكية والشافعية يقولون لابد من إخراجها من القوت ولا يجوز إخراج القيمة، والحنفية وبعض الحنابلة والمتأخرون من المالكية يجوزون إخراج القيمة، بل إن علماء الحنفية يقولون إخراج القيمة أفضل إذا دعت الحاجة إلى ذلك واقتضت المصلحة. والشيخ ابن تيمية رحمه الله ذكر قال عن أحمد في إخراج القيمة في الزكاة روايتان، بالمنع مطلقا وبالجواز مطلقا، وبالجواز بقيد إذا كانت هناك حاجة ومصلحة. قال وهذا أعدل الأقوال، هذا هو الذي رجحه ابن تيمية، رجح أنه إذا كانت هناك حاجة ومصلحة لإخراج القيمة فإن إخراج القيمة أفضل من إخراج القوت. وأضاف فضيلة المفتي أن الحكمة من إخراج زكاة الفطر جانبان تعبد ومؤساة، موضحا أن أعطاء القيمة في الزكاة هو الذي يؤدي إلى جانب المؤساة. الحكمة في هذا في إخراج القيمة أن الزكاة زكاة الفطر والزكاة بصفة عامة فيها جانبان، جانب التعبد وهو الامتثال والاقتداء وهذا على الرأس والعين، وجانب آخر ملاحظ في الزكاة وهو مواساة الفقير. وإليه أشار كلام عبد الله بن عمر اغنوهم في ذلك اليوم اغناء الفقير. وإلى هذه المواساة أشار حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال فرض رسول الله في زكاة الفطر قال عنها إنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. طهرة للصائم هذا هو جانب التعبد، وطعمة للمساكين هذا هو جانب المواساة. وجانب المواساة عندما نلاحظه نجد أن إعطاء القيمة فيه هو الذي يؤدي الغرض. تيان دار الإفتاء الليبية مع المصالحة وهي حريصة عليها، مضيفا أنه لا يكره أحدا لذاته وإنما لما فيه من الكذب والظلم والفجور. مطلوبة وأننا من أحرص الناس عليها، وأننا بفضل الله لا نكره أحدا لذاته على الإطلاق، وإنما نكره من نكره لما فيه من الظلم ومن الكذب ومن الفسق ومن الفجور ومن التلاعب بآيات الله وبأحكام الله وبتضليل الناس وبالزور. هذه الأوصاف التي نكرهها في الناس، ولا نكره الناس لأعيانهم، فنكره قاطع الطريق لأنه قاطع طريق، ونكره الكاذب والذي يسرق أموال الدولة ويخون البلد، نكرهه للخيانة وللسرقة ولقطع الطريق وللتعدي على حرمات الله وللبغي وللظلم.
فإذا ترك قاطع الطريق قطع الطريق ورجع فإنه يكون من أحب الناس إلينا وهو ذاته، لكن لما ترك المعصية وترك الفجور وترك الضلال صار لنا في المقام الذي نحبه كما نحب سائر المؤمنين. وأوضح فضيلة المفتي أن المصالحات التي لا تقوم على شرع الله ولا على رجوع الحق إلى أهله ستؤدي إلى مزيد من الظلم وسفك الدماء. المصالحات التي تعقد على غير أساس شرعي لا تؤدي إلا إلى المزيد من الكراهية ومن سفك الدماء، وما نراه الآن من قطاع الطرق في الطريق الساحلي وفي غيره إلا بسبب هذه المصالحات المبنية على غير أساس شرعي. قالت مصادر أعلامية تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي الأحد أن 9 قتلى و7 جرحى لقوات مجرم الحرب حفتر هي حصيلة اشتباكات السبت. المصادر ذكرت أن 4 قتلى من مدينة بنغازي و3 من منطقة سلوك و2 من منطقة سلطان. وكما ذكرت أن هذا جاء عقب محاولة للتقدم إلى مناطق سيطرة مجلس شورى ثوار المدينة. يشار إلى أن قوات ثوار أعلنت الأيام الماضية استعادة سيطرتها على العديد من المناطق التي كانت قد انسحبت منها مسبقا. استهدفت طائرات تابعة لمجرم الحرب حفتر الأحد المحور الغربي بمدينة بنغازي. مصادر أعلامية تابعة لمجلس شورى ثوار المدينة ذكرت أن طائرة من نوع ميغ تابعة لمجرم الحرب حفتر قصفت المنطقة بعد انسحاب قوات الأخير منها. وكما ذكرت المصادر أن قوات المجلس غنمت آليتين مسلحتين من المحور. يشار إلى أن اشتباكات دارت في المحور الغربي بالمدفعية الثقيلة قامت فيها قوات الثوار بإجبار قوات مجرم الحرب حفتر على الانسحاب. قتل 2 وأصيب 7 آخرون جراء تفجير سيارة بالقرب من مدرسة يوسف بوكر بشارع البيبسي في منطقة الفويهات بمدينة بنغازي صباح الأحد. مسؤول بمكتب الأعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر قال في تصريح له أن المركز تسلم جثماني في رأس المغرب وسلم مفتاح العقوري اللذين قتلا جراء التفجير، واستقبل 7 جرحى من بينهم 3 تلقوا العلاج وغادروا المستشفى. أطلق مركز بنغازي الطبي السبت نداء استغاثة طالب فيه أهل الخير بمساعدته ليعمل بشكل كامل ولا يضطر إلى إغلاق بعض من أقسامه. المركز وعبر صفحته على فيسبوك لأنه يعاني نقصا في العديد من المستلزمات الخاصة به، وذكر أنه يتعامل مع مجموعة من الشركات المحلية التي تعتمد على توريد نقدي من الأسواق المحلية، وأن نتيجة نقص السيولة فلم تستطع الشركات توفر احتياجات المركز حسب ما ذكر. يشار إلى أن مركز بنغازي الطبي قد تعرض في الأيام الماضية إلى تفجير طال مدخل المركز سقط على إثره مجموعة من القتلى والجرحى. ذكرت مصادر أعلامية لحد أن طائرة مجرم الحرب حفتر قصفت منطقة الجنان جنوبي المدينة. المصادر ذكرت أن هذه المنطقة تم قصفها للمرة الثانية بعد أن قامت طائرة تابعة لما يعرف بعملية الكرم الجمعة بقصفها عقب انسحاب ما يعرف بحرس المنشآت النفطية منها وسيطرة غرفة عملية تحرير جدابية. يشار إلى أن طائرة مجرم الحرب حفتر قد قصفت الأيام الماضية قوات تابعة لها في منطقة الكسارة جنوبية مدينة جدابية. أكد منسق الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة علي الغويل أنه تم السبت انتشال عدد من الجثث بحي 700 بمدينة سرت. وقال الغويل في تصريح صحفي الأحد أنه تم تسليم الجثث إلى جهاز المباحث الجنائية لإتمام عملية التحاليل وتحديد الهوية. وأضاف الغويل أن فريق إدارة الجثث والرفات بالفرع قام بالمشاركة في انتشال بعض الجثث بالمنطقة والتعامل معها حسب الإجراءات المتبعة والإصحاح البيئي للمناطق.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد محمد المصراتي الناطق الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي. بداية سيد محمد، ما هو عدد الجثث التي تم انتشالها؟ مساء الخير أخي وجميع من يتابعنا الآن عبر قناتكم. طبعا العملية انتشال الجثث كانت عن طريق شباب الهلال الأحمر في مدينة مصراتة. بالنسبة للعدد الإجمالي ما زلنا ننتظر في حصر لهذا العدد من خلال تقرير لإدارة الفرع في مصراتة، وسيتم إبلاغكم بالعدد النهائي الذي لجميع الجثث التي تم انتشالها حتى الآن. طيب، هل تم التعرف على أصحابها؟ والله طبعا في بعض الجثث غير واضحة المعالم، وفي جثث سيكون هناك إجراءات إدارية وقانونية من قبل الجهات المختصة للتعرف عليهم، ونحن ننتظر ما يسفر عنه الإجراءات القانونية والخصوصية. طيب، لو تصف لنا الظروف التي تعملون بها حاليا، يعني بالنسبة لوسائل الوقاية والحماية. والله يا أخي الكريم، طبعا موضوع إدارة الوفاة هو موضوع مهم ويأتي من ضمن المهام الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر. ما نشاهدهم في الصور هم شباب متطوعون تحصل على تدريبات في موضوع التعامل مع هذه الجثث، والهدف الأسمى من هذا الإجراء هو حفظ أدمية وكرامة الإنسان سواء كان حيا أو ميتا، لأن نحن حتى تعليم ديننا هي احترام أدمية الإنسان سواء كان حيا أو ميتا، وتقديم منكم تقديمه صونا لكرامته. نعم، إذن سيد محمد المصراتي الناطق الرسمي للهلال الأحمر الليبي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إلى فروع مصرف الوحدة في الواحات، 4 ملايين دينار ليبية ثابت قادمة من مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس. وقال مسؤول لجنة أزمة نقص السيولة المالية بفرع مصرف الوحدة إن القيمة المالية مقسمة على مصارف الواحات، إذا خصص 1,000,000 دينار لإشخرة ومليون لأجل ومليونان لجالو. وقال الحداد إن القيمة التي وصلت إلى جالو لا تكفي مطالبا مصرفي ليبيا المركزي في البيضة وطرابلس بضرورة مراعاة التعداد السكاني للمدينة، مشيرا إلى أنه هناك عدم مساواة في توزيع السيولة النقدية على المدن الليبية وفق التعداد السكاني. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. قرقوا 16 تونسيا قبلة سواحل مدينة صبرتة وأنقاذوا 12 شخصا آخرين كانوا متجهين إلى إيطاليا في هجرة غير شرعية. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/tanasah tv أو على twitter.com/tanasah tv، أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح، أو يمكنكم التواصل على التليجرام تناصح TV. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. أهلا بكم من جديد. قالت وكالة الأنباء التونسية السبت إن 16 مواطنا تونسيا قد غرقوا قبالة ساحل مدينة صبرتة غربية العاصمة طرابلس. الوكالة على موقعها الخاص ذكرت أن قريبا كان على متنه 28 تونسيا، غرق منهم 16 شخصا وتم إنقاذ 12 شخصا آخرين. وقالت الوكالة إن القارب غادر شواطئ مدينة صبرتة متجها إلى إيطاليا عبر هجرة غير شرعية.
يشار إلى أن البحرية الإيطالية أنقذت الأيام الماضية ما يقارب 100 مهاجر غير شرعي من على سواحل ليبيا. قال المتحدث باسم الأركان البحرية العقيدة أيوب قاسم أن المنظمات التي تصدر تقارير الهجرة تبحث دائما عن نقطة الأضعف. وأوضح قاسم أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا يفوق 1 مليون مهاجر، لافتا إلى أن ليبيا ضحية الهجرة غير الشرعية والعصابات الإفريقية والأوروبية والتي تمتهن تجارة البشر. وأشار قاسم إلى أن الأركان البحرية وجدت مهاجرين من دول مستقرة سياسيا واقتصاديا كدولة جنوب إفريقيا، والليبيون يعانون في الوقت الحاضر أضعاف ما يعانيه اللاجئون غير الشرعيين. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عميد بحار أيوب قاسم المتحدث باسم الأركان البحرية. بداية سيد قاسم، كيف تقيمون الجهود المبذولة من قفر السواحل في مكافحة الهجرة غير الشرعية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. لكل مشاهدي. نعم. طبعا نحن لا نقيم جهود الحرس السواحل الا مع المنظمات المنظمات الدوليه الاتحاد الاوروبي والمتحده. هذا لدينا رسائل شكر من قبل هذه المنظمات في عمل وجهود حرس السواحل الليبي. حتى ان الامين العام للامم المتحده بان كيمون قال في احد حديثه مكتوبا ب حرس السواحل ان رجال حرس السواحل يقاتلون انقاذ البشر. هذا الامم المتحده ولم يقولها نحن. طيب بالنسبة للمنظمات التي ذكرتها حاليا، قلت ان تقاريرها التي تصدر تبحث دائما عن النقطة الأضعف، يعني صف لنا هذا. كما نعلم المنظمات الدولية هذه المغلفة باسم حقوق الإنسان أو باسم هذه الحرية وغيرها دائما تشوبها شائبة بالنسبة، يعني لأن تقاريرها دائما تكون في اتجاهات محددة ولا تكون في اتجاهات أخرى. يعني مثلا ناخذ مثال الهجرة غير الشرعية لماذا عندما ناخذها كظاهرة إنسانية فينبغي أن تأخذ بكل أسبابها. السبب الأول، لماذا هذا هؤلاء يهاجرون؟ لماذا الدول التي يهاجر منها الهجرة التي يهاجر منها الإنسان وليس فرادة إنما بعائلات بجماعات؟ يعني مثلا ناخذ مثلا إريتريا دولة مستقرة، ولكن نلاحظ أن بالعائلات متكاملة تهاجر من بلدانها. إذا على هذه المنظمات الدولية لماذا لا تتعامل مع حكومات هذه الدول؟ لماذا لا تحاول أن تعزز المواطن في أرضه بدل من أن تبحث له عن منزل آخر في عالم آخر؟ يعني هذه أحد النقاط التي يؤخذ على هذه الدول. وكذلك هذه الدول ما هي مصدرها؟ هل جاءت إلى ليبيا؟ هل شاهد ما يعانيه الليبيون؟ ما يعانيه اللجنة الليبية؟ ما يعانيه حرس السواحل الليبي؟ هذه كلها تقارير تصدر عن بعد وهذا لن يتأتى في أي حال من الأحوال. طيب هل تتلقون أي دعم من المجتمع الدولي؟ كحرس السواحل الليبي نتلقى قيمة من الدعم الدولي من الوعود ما شاء الله. وعود كلها وعود، ولكن في الواقع لم نتلقى شيء ولم نحصل على شيء. هذه هي الحقيقة الزاملة، يريدون لليبيا أن تدفع الضريبة، ونحن عندما ندرك أن عمل حرس السواحل الذي هو حماية أوروبا وليس حماية ليبيا، فكان ينبغي على الاتحاد الأوروبي والمنظومة الدولية أن تدفع لحرس السواحل الذي ولكل الأجهزة التي تقوم بمكافحة الهجرة غير الشرعية، تقوم هي بالكامل بتغطية كافة مصاريفها. حاليا الليبيون طيب سيد قاسم، ربما نختم بهذا السؤال، ما هي الإجراءات التي تتخذ ضد من يتم ضبطه من المهربين، الأشخاص الذين يهربون في الهجرة غير الشرعية؟
النقطة الأولى نحن لازم ندرك أن نحن مسلمون ولنا منظومة إسلامية عالية جدا قبل حقوق الإنسان وقبل الأمم المتحدة، وهذه المنظومة نحن نتعامل بها، وخاصة أن المجتمع الليبي ليس بذلك المجتمع الطارد المجتمع الليبي هو حاضر الغريب مهما كان يعني بكل ألوانه ما يقوم من طبعنا وعاداتنا اليومية، ولكن نحن نتعامل وفقا لهذه المنظومة القيمية أولا، وكذلك وفق الإجراءات التي محددة حسب النصوص والقوانين الدولية وحسب إمكانياتنا. يعني عندما نحن يتم المقبوضات في خلال ربع الأول من هذه السنة ما يزيد ما يفوق كل شروط الماضية بالكامل، فهذه الحاجة يعني تتطلب إمكانيات، وفي حتى هذه الإمكانيات بالتأكيد ستتحسن المعاملة. يعني معاملة المهاجر تتم حسب إمكانياتنا، والمعاملة السيئة ليست هناك منهجية أو تنظيم، ربما تحدث من بعض الأفراد من بعض الأشخاص، وهذا ينبغي أن يعمم، إنما الذي موجود هو أن فعلا يعامل بطريقة أدمية وحسب إمكانياته وقدراته. نعم، إذن المتحدث باسم الأركان البحرية العقيدة أيوب قاسم كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي جبل الحصاونة إن مهندسي الجهاز استطاعوا تغيير مسار عمليات الضخ والتغذية من المسار الأوسط إلى المسار الشرقي. وأضاف الجهاز أن ذلك تم عبر فتح صمامات التحكم في محطة طيف الشوارف ووادي تمالة مع إغلاق صمامات التحكم في وصلة الربط ترهونة. وأفاد الجهاز في صفحته الرسمية على موقع التواصل فيسبوك بأن عمليات التغذية للمدن والمناطق الساحلية أصبحت تتم عبر المسار الشرقي من أجل توفير واستقرار أكثر لعمليات الضخ وللتقليل من الاعتماد على الطاقة الكهربائية في محطة الضخ ترهونة. عبرت الشركة العامة للكهرباء السبت عن أسفها من وضعية الشبكة، مضيفة أن تزايد أحمال الصيف جعلها مضطرة للطرح المبرمج. وأشارت الشركة أن توقف الاشتباكات سيمكن فرق الصيانة من إعادة ربط خطوط النقل وغيرها من أعمال الصيانة التي ستساعد في التقليل من ساعات الطرح. الجدير بالذكر أن العاصمة طرابلس تشهد هذه الأيام انقطاعا متواصلا للكهرباء في كثير من أحيائها بلغ أحيانا أكثر من 12 ساعة تزامنا مع ارتفاع كبير في درجة الحرارة. أطلقت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس حملة هلالنا هلال الخير، حيث قامت بتوزيع 32 سلة تتضمن كسوة العيد على الأسر النازحة وذوي الدخل المحدود. وقالت الجمعية عبر صفحتها الرسمية أن الحملة تأتي في إطار أنشطة الجمعية السنوية المبرمجة لشهر رمضان المبارك، موضحة أنها ستقوم بتوزيع دفعة ثانية من صلاة كسوة العيد بمقر الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس الكائن بشارع هايتي. اختتمت السبت في مركز الشيخ الصيد لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة طرابلس المسابقة القرآنية 15 على مستوى طرابلس الكبرى. وتحصل محمود الغراري على الترتيب الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا، بينما تحصل أحمد أبو شاقور على الترتيب الثاني وأحمد الشارف على الترتيب الثالث. هذا وشارك في المسابقة التي انطلقت يوم 18 من شهر رمضان المبارك 210 متسابق ومتسابقة. نظمت مؤسسة علوان الخيرية حفل اختتام مسابقة علوان الثانية لحفظ القرآن الكريم في مدينة بنوليد، وشارك في المسابقة 32 متسابقة من مدينة ترهونة والخمس وزديت ومسلاتة وقصر خيار وبنوليد، وتنافسوا في جوانب حفظ نصف القرآن الكريم وربعه. هذا وكانت مؤسسة علوان الخيرية قد نظمت المسابقة الثانية في منتصف الشهر الكريم وشارك فيها 70 متسابقا. وأخيرا، حيث قال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني السبت إن ما يقارب 400,000 مصلي قد أحيوا ليلة القدر بالمسجد الأقصى. الكسواني ذكر أن المسجد شهد تجمعا كبيرا قبيل صلاة التراويح لإحياء ليلة القدر وقيام الليلة حتى مطلع الفجر. وكما ذكر الكسواني أن هذا الحشد وجه بوجوده رسالة للاحتلال الإسرائيلي على أنهم يرسخون هوية مسجدهم الأقصى وأنه لله وللمسلمين خاصة،
يشار إلى أن ساحات المسجد الأقصى شهدت الجمعة الماضية حشدا من المسلمين لأداء صلاة الجمعة بالمسجد وانتشارا كبيرا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد. وقبل الختام نترككم مع درجات الحرارة لهذا اليوم. وإلى أبرز ما جاء في هذه النشرة. فضيلة مفتي الديار الليبية الشيخ صادق الغرياني يقول إن دار الإفتاء الليبية مع المصالحة وهي حريصة عليها، وأن المصالحات التي لا تقوم على رجوع الحق إلى أهله ستؤدي إلى مزيد من الظلم. قتل وجرح لقوات مجرم الحرب حفتر في بنغازي وتبادل جثامين بين قوات الثوار وقوات مجرم الحرب حفتر. الهلال الأحمر فرع مصراتة ينتشل عددا من الجثث مجهولة الهوية بحي 700 يعتقد أنها لتنظيم الدولة في مدينة سرت. وتبعتم أيضا غرق 16 تونسيا قبلة سواحل مدينة صبراتة وإنقاذ 12 شخصا آخرين كانوا متجهين إلى إيطاليا لهجرة غير شرعية. ختام النشرة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.